الرئيس السيسي يتابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة. مدبولي يتابع إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة ويعلن صرف 4 مليار و400 مليون جنيه تعويضات للمستحقين. وبعد اختيار السنوار زعيما لحماس، واشنطن تعتبره صانع القرار الرئيسي في مفاوضات الهدنة، وإسرائيل تتوعد باغتياله. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وسبل التصدي للتحديات والعقبات التي تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، كما أكد أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، مشددا على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين. وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، وموجها في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعات المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع حفاظا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال. تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف المصانع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها، وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتسوية أوضاع المشروعات المتعثرة في جميع القطاعات ودخولها العمل في أسرع وقت وفق توجيهات رئاسية. جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل دعم الصناعة، حيث تولي اهتماما بملف المصانع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها سواء أكانت مادية أو فنية وإجرائية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية. بالفعل بدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتسوية أوضاع المشروعات المتعثرة في جميع القطاعات لإدخالها في العمل في أسرع وقت وفق توجيهات رئاسية بضرورة استغلال كل الطاقات المعطلة في السوق. إجراءات تنفيذية اتخذتها الحكومة
الحكومة من خلال عدة مبادرات مع البنوك لتمويل المشروعات والعمل على إعادة التشغيل المتوقف منها، ومن بينها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ لدعم كل مصنع متعثر ومخالف لمساعدته في تقنين أوضاعه من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع كتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص المختلفة وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة. الدولة أطلقت أيضا مبادرات أخرى منها مصنعك دايما شغال للحيلولة دون توقف عجلة الإنتاج. المبادرات تتضمن تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها. كما يعمل هذا المحور على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في القرى والمراكز للبناء على جهود الدولة وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل الصناعات المتكاملة بمراكز حياة كريمة. وقامت مبادرة ابدأ بفحص نحو 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف في 25 محافظة خلال العام الأول من إطلاق المبادرة في سياق دعم الصناعات. إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل سيمنع تسرب العمالة ويساعد على ضخ الإنتاج في الأسواق ويزيد من الناتج المحلي للدولة. كما أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكس بصورة مباشرة على التصدير، ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية والحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها في مصر، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما وأن حل تلك الأزمة أو الظاهرة سيعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية، وكذلك سيعمل على رفع القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي، ناهيك عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب. وأخيرا المساهمة وبقوة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة. تهدف الدولة إلى استغلال ما تمتلكه من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة وتوطين وتعميق الصناعة المحلية والعمل على زيادة في حجم الصادرات، فضلا عن تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية. وتطرق الاجتماع إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة، بهدف العمل على سرعة تسليم 1500 أسرة مستحقة لقطع الأراضي. هذا وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4 مليار و400 مليون جنيه تعويضات. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكينية موساليا مودابادي. وخلال الاتصال أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بإقامة مشروعات استراتيجية بنظام شراكة القطاعين العام والخاص. كما تناول الاتصال المستجدات في منطقة القرن الإفريقي والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجهود البلدين في سبيل تحقيق السلام والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في القارة الإفريقية. كذلك تم التطرق إلى تطورات ملف مياه النيل وعلاقات الدول حوض النيل.
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخلق البيئة الآمنة لمرور السفن التجارية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. وخلال استقباله قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر فاسيلس جوربا باريس، استعرض عبد العاطي تأثير التصعيد الحالي في المنطقة على حركة الشحن البحري في البحر الأحمر وقناة السويس، موضحا ضرورة العمل على معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة، وهي استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة. تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني ديفيد لامي لتبادل وجهة النظر والتقييمات إزاء تطورات القضايا الإقليمية. وحرص عبد العاطي خلال الاتصال على استعراض التطورات الخاصة بالحرب في قطاع غزة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع. وأطلع عبد العاطي وزير الخارجية البريطاني على الاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة وخارجها على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الراهنة. بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة التطورات الأخيرة للحرب الجارية في قطاع غزة وجهود مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى العمل على تهدئة التوترات التي تعصف بالمنطقة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين موقف مصر الدعم بشدة لأمن واستقرار العراق، كما استعرض عبد العاطي جهود مصر في التعامل مع أزمة قطاع غزة مجددا التأكيد على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ونفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة والعمل من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تعصف بأمن واستقرار الإقليم. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إيران المكلف علي باقري. يأتي الاتصال في إطار الاتصالات التي تجريها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة وتشجيع جميع الأطراف على ضبط النفس تجنبا لتوسيع رقعة الصراع. تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وأكد عبد العاطي خطورة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وأهمية العمل على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، كما أطلع نظيره القبرصي على الاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية، مؤكدا رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره 11 بعد مرور 306 أيام على العدوان، وذلك بالتزامن مع تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على شمال قطاع غزة خاصة في بيت لاهيا ومدينة غزة، واستهدفت منازل أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد،
كما فتحت آليات الاحتلال نيرانها على منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأغار طيران الاحتلال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وعلى شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 39,677 شهيدا و 91,645 مصابا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 24 شهيدا و 110 مصابين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النزوح الجماعي في قطاع غزة له تأثيرات صحية خطيرة. وأشارت المنظمة الدولية أن الاكتظاظ السكاني ونقص المأوى المناسب وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية الفتاكة. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء احتمالات تفشي الأمراض المعدية في غزة بما في ذلك شلل الأطفال، وطالبت مجددا بإنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر جميع الطرق الممكنة، خصوصا أولئك الذين يتعذر علاجهم داخل قطاع غزة. قال مصدر دبلوماسي إن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. واعتبر المصدر أن التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها. وكانت تركيا قد أعلنت في مايو الماضي عزمها الانضمام إلى القضية، وذلك في إطار تصعيدها للإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة. هذا وأعلنت حركة حماس تعيين قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار أحد أبرز المطلوبين لدى إسرائيل رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي قتل قبل أسبوع في طهران. وتعليقا على تعيين السنوار، رأت واشنطن على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أن السنوار كان ولا يزال صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار. في خطوة تعكس الاستمرار في نهج المقاومة، أعلنت حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي. السنوار كما تقول إسرائيل هو العقل المدبر للهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل، وهو الآن موجود في غزة ضاربا عرض الحائط بالمحاولات الإسرائيلية لاغتياله منذ بداية الحرب على قطاع غزة. السنوار الذي قضى نصف حياته تقريبا في السجون الإسرائيلية أصبح أقوى قيادي في حركة حماس بعد اغتيال هنية الذي جعل المنطقة على شفا صراع أوسع نطاقا بعد أن توعدت إيران بالانتقام. هذا ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية، لكنها قالت في وقت سابق إنها قتلت قادة كبارا آخرين، منهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري الذي استشهد في بيروت، ومحمد الضيف قائد الجناح المسلح لحماس. السنوار البالغ من العمر 61 عاما ولد في مخيم للاجئين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وانتخب زعيما لحركة حماس في غزة في عام 2017 بعد أن ذاع صيته بوصفه قياديا قويا وعدوا عتيدا لإسرائيل. وفي دلالة على اتحاد الحركة حول اختيار السنوار، قال خالد مشعل الزعيم السابق الذي كان ينظر إليه على أنه خليفة محتمل لهنية، إنه دعم السنوار وفاء للفلسطينيين ولغزة التي تخوض معركة طوفان الأقصى والتي قدمت قوافل الشهداء ولا زالت تخوض معركة الأمة، وذلك بحسب مصادر رفيعة المستوى في الحركة. وبالنسبة لإسرائيل، يؤكد هذا الاختيار أن المعركة مع الفصائل الفلسطينية باتت أشد وطأة، وقد يدفع هذا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن يواصل حملته في غزة حتى النهاية، ولكن بدون تحقيق أي من أهداف الحرب التي أعلن عنها سابقاً.
استؤنفت صباح اليوم حركة عبور شاحنات المساعدات والمواد البترولية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث دخلت اليوم 70 شاحنة مساعدات وعشر شاحنات وقود. وفي السياق ذاته، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات من خلال سياسة التباطؤ والرفض لعبور عدد من الشاحنات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كافة الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بحسب يعني رصدنا ومتابعتنا لحركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، فإن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت بالفعل واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، نتحدث اليوم عن عبور 70 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ومعيشية، هذا بالإضافة إلى عبور أكثر من 10 شاحنات تحمل مشتقات للبترول، منها 4 للغاز و5 للسولار وشاحنة واحدة فقط للبنزين. هذا بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لعبور حوالي يعني 8 شاحنات من المساعدات التي تحمل مستلزمات يعني خيام ومستلزمات للأطفال كلبن الأطفال والخضروات والمعلبات وغيرها. وبالفعل قامت يعني من هذه السيارات أو من هذه الشاحنات قامت بمنع شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، هذا البرنامج التابع للأمم المتحدة. إذن نحن أمام يعني عراقيل يعني مستمرة يضعها الجانب الإسرائيلي من أجل يعني الانتقام من الشعب الفلسطيني الشقيق. كنا على مدار الأيام القليلة الماضية تابعنا أيضا حركة دخول وخروج الشاحنات، وبالفعل يعني قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع يعني معظم الشاحنات التي تحمل مواد غذائية، وخاصة الشاحنات التي تحمل طحين ودقيق، وأيضا الشاحنات التي تحمل مستلزمات للخيام، بالرغم من التحذيرات الأممية ومنظمات الأمم المتحدة الكبيرة بأن هذه العراقيل سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. حذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من أن طهران لن تبقى صامتة أبدا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها، وأكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أنه إذا كانت الولايات المتحدة والغرب يرغبان في منع الحرب فعليهما إجبار إسرائيل على وقف الإبادة في قطاع غزة وقبول وقف إطلاق النار. وأضاف بازشكيان أن إيران تعتبر تفادي الحرب وجهود إرساء السلام والأمن العالمي مبادئ أساسية. شككت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في قدرة الدفاعات الإسرائيلية على التصدي لهجوم واسع من إيران وفصائل بعدة دول. أوردت الصحيفة أن القدرات التي تمتلكها جبهات المقاومة قادرة على التغلب على منظومات الاعتراض الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إيران تمتلك طائرات دون طيار وصواريخ باليستية لم يتم تصميم نظام القبة الحديدية الإسرائيلية لاعتراضها، كما يمتلك حزب ترسانة تضم عشرات الآلاف من قذائف الهاون والصواريخ الموجهة الدقيقة. وأشارت الصحيفة إلى قلق أمريكي من أن الهجوم الإيراني قد يكون مصحوبا بضربات أكثر تزامنا مع ضربات من حزب الله في لبنان ومن فصائل في اليمن والعراق في محاولة لإرباك أنظمة الاعتراض الإسرائيلية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بقصف الجيش الإسرائيلي عددا من المناطق من بينها أطراف بلدة زبقين وبلدة عيترون في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. بوتين يعتبر هجوم أوكرانيا على كورسك استفزازا كبيرا ويوجه باستنفار جميع الطاقات اللازمة لمساعدة السكان.
أهلا مجددا. ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم الأوكراني على مقاطعة كارسك الروسية، وخلال اجتماع طارئ مع أعضاء الحكومة قال بوتين إن نظام كييف ارتكب استفزازات كبيرة بما فيها القصف العشوائي من مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ للمباني المدنية والسكنية وسيارات الإسعاف، موجها بتقديم كافة المساعدات للسكان هناك واستنفار جميع الطاقات اللازمة. Сразу же после нашего совещания. قال محامي محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إن محكمة ألغت قرار إدانة كان قد صدر ضد يونس في قضية تتعلق بانتهاك قانون العمل. في السياق أوضح المكتب الرئاسي أنه تم اتخاذ قرار تعيين يونس بالإجماع خلال اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين ومنسقي حركة الطلاب المناهضة للتمييز، مشيرا إلى أن الأعضاء المتبقين في الحكومة المؤقتة سيتم الانتهاء من تعيينهم بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية. تستعد الشرطة البريطانية لمزيد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين بعد أن تعهدت جماعات يمينية متطرفة باستهداف مراكز لجوء ومكاتب محاماة معنية بقضايا الهجرة في شتى أنحاء البلاد. وردا على ذلك، نظمت جماعات مناهضة للعنصرية احتجاجات مضادة في مختلف أنحاء البلاد، وشكلت الحكومة البريطانية ما يسمى الجيش الدائم، وهو وحدة تضم 6000 شرطي متخصصة في التصدي لأي أعمال عنف، ومؤكدة أنه سيجرى نشرها بما يكفي للتعامل مع أي اضطرابات. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. كما تشهد المنطقة الترفيهية بالعالمين الجديدة فعاليات ثقافية لمختلف الفئات العمرية. وتأتي الفعاليات في إطار مهرجان العالمين، والذي تتواصل فعالياته حتى 30 من أغسطس الجاري. لعب وترفيه وثقافة وفن، فعاليات جمعت الأطفال والكبار سويا بالمنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة. وقف الجميع مندهشين أمام فرقة السيرك وفقرات الساحر التابعة للمسرح القومي، بينما جذبت فرقة السمسمية اهتمام آخرين. يعني هو يعتبر شيء من تنشيط للسياحة وتنشيط للشيء اللي بيتعمل جديد في العالمين،
والصرح اللي بيتعمل. سعداء جدا ان احنا موجودين النهارده في مهرجان العالمين الجديده النسخه الثانيه. فرقه اسماعيليه من الفرق المميزه بتمثل منطقه القناه. تنوعت الفعاليات بالمنطقه الترفيهيه بمهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه، وتستهدف اداره المهرجان بالتعاون مع وزاره الثقافه في انشطتها جميع الفئات العمريه، وتعمل ايضا على الحفاظ على الهويه المصريه ببرامج ثقافيه وفنيه متنوعه. حاجه جميله جدا ان يبقى في عندنا في مصر كده مهرجان بالروعه دي. انا جيت السنه اللي فاتت في الدوره الاولى والنهارده دي اول مره اجي في الدوره الثانيه. اول مره اجي وبجد الرقص تحفه والمدينه كلها تحفه وحاجه حلوه قوي. حاجه جميله قوي قوي ومبسوطه جدا جدا بالحاجه دي، وبناتي مبسوطين جدا وابني مبسوط قوي. وتاتي هذه الفعاليات الترفيهيه والفنيه في اطار حرص مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه على تقديم باقه متنوعه من الفعاليات الفنيه والثقافيه التي تلبي اذواق مختلف شرائح الجمهور. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي لإعداد وتأهيل المجندين بالقوات المسلحة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي للمجندين بالقوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين. بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمارين الرياضية التي ينفذها أفراد القوات المسلحة يومياً، بما يسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية في أعلى مستوياتها. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجنود المستجدين ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصري المؤهل علميا وبدنيا ومعنويا لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. وأشار إلى أهمية تفهم الجندي لمهامه التي يكلف بها منذ لحظة انضمامه الأولى للحياة العسكرية، والتي ترتكز على الانضباط العسكري الذاتي والتدريب الجاد وفقا لمنظومة الإعداد والتأهيل المتطورة، وأوصاهم بالحفاظ على المستوى المتميز والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية. كما شاركهم تناول وجبة الإفطار. عقب ذلك قيام الفريق أحمد خليفة بتفقد العملية التعليمية والحالة الإدارية ومنظومة التدريب التي يتم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع تطور نظم وأساليب القتال الحديثة. معربا عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بأعداد وتأهيل المجندين للحياة العسكرية بما يضمن قدرتهم على أداء الواجب الوطني بكل فخر واعتزاز. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في مصر سبل تدعيم التعاون المشترك. أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الشراكة القوية مع منظمة اليونيسف كشريك استراتيجي مهم، وشهد اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والمتعلق بالرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال، حيث تم استعراض محاور التعاون بين الجانبين في ملف تنمية الطفولة المبكرة، كذلك التعاون في سياسات الحماية والدعم الفني والتقني وملف اللاجئين وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين الوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين في مصر. بحث وزير العمل محمد جبران مع وفد من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية الملفات المشتركة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد وزير العمل خلال اللقاء على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية
في الداخل والخارج لتنفيذ كافة البرامج والمشروعات التي تخدم العمل والتنمية، خاصة برامج الحماية الاجتماعية للعمال التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، موجهاً اللجنة المشتركة من الجانبين على سرعة تفعيل وتنفيذ التعاون المشترك. استقبل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان قريم لمناقشة الخطط التنفيذية للتعاون بين الجهتين. بحث اللقاء سبل الإتاحة لذوي القدرة الخاصة بالمواقع والمنشآت الثقافية التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات. كما تطرقت الجلسة إلى سبل دمج ذوي الهمم في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات التابعة لها. وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة للتوعية والتعريف بقضايا واحتياجات ذوي الهمم وزيادة عدد الفعاليات الهادفة لاكتشاف الموهوبين منهم ودمجهم في مختلف أنشطة الوزارة. تفقد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أعمال تطوير الجارية بحيي الخليفة وحدائق القبة، كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة عزبة الهجانة سابقا بحي شرق مدينة نصر. وأشار محافظ القاهرة أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة، سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب أو العودة للمنطقة بعد التطوير. سلم محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور الأجهزة التعويضية والطبية لذوي الإعاقة ضمن القافلة الطبية التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير والمصرف المتحد بمراكز المحافظة. وأعرب محافظ شمال سيناء عن كل الشكر لمؤسسة مصر الخير والمصرف المتحد وكل من له يد في مساعدة ذوي الهمم من أبناء المحافظة، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الاحتفالية. قامت محافظ البحيرة جاكلين عازر برفقة رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني بجولة ميدانية موسعة في أسواق المحافظة لمتابعة تنفيذ تخفيضات الأسعار. شملت الجولة تفقد المخابز والسلاسل التجارية للتحقق من التزامها بالأسعار المعلنة وضبط المخالفات. احنا بنحاول من خلال سواء العربيات المتنقلة او المنافذ اللي خاصة بالعديد من الجهات ان يبقى متاح فيها مجموعة من السلع باسعار تنافسية تعمل على ضغط الاسعار اللي موجودة في الاسواق، ويمكن ده اللي احنا وجهنا بيه للسادة المواطنين اللي كانوا بيشتكوا من اسعار بعض السلع. ولكن على الجانب الاخر كمان المحافظة وجهاز حماية المستهلك وباقي الاجهزة الرقابية اللي موجودة في المحافظة باختلاف قطاعاتها مستمرة في الحملات اللي موجودة على الاسواق لضبط الاسعار ومحاولة التعامل مع شكاوى المواطنين. أول بأول هناك استجابة لبعض السلع في النزول والأسعار بدأت يعني تنزل عن الفترة السابقة، لكن وهناك بعض السلع لاستجابة الانخفاض مش هي المأمولة ولا هي المتوقعة. فإحنا بالفريق الموجود والعدد الحملات الموجودة بتبحث ده وتشوف أسبابه، هل إنه الأسعار دي ما انخفضتش ليه؟ قال محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج إنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الجمهوري بإنشاء ميناء جاف لخدمة المناطق الصناعية بسوهاج وخاصة المنطقة الصناعية بحي الكوثر، مع دراسة تعميم استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل المصانع بالمناطق الصناعية بسوهاج. جاء ذلك على هامش جولة محافظ سوهاج للمنطقة الصناعية بحي الكوثر لتفقد المنطقة والوقوف على المشاكل التي تواجه العاملين والمستثمرين بهذه المنطقة والتي تعد أقدم المناطق الصناعية بسوهاج. الهدف من الزيارة النهاردة هو استكمال لزيارتنا السابقة للمناطق الصناعية في غرب جرجة علشان نقف على واقع حال المنطقة الصناعية
من خلال جولتنا مع السادة المستثمرين، ونقدر نقف ايه هي المشكلات اللي بتقابلهم، لو في اي قرارات بناخدها زي ما عملنا النهاردة نقدر ناخدها فورا عشان نزلل كل الصعوبات، لو في اي مشكلات هنتواصل فيها مع السادة الوزراء او المسؤولين هنتواصل معهم علشان نوفر لهم كل السبل الخاصة بالتنمية الصناعية في مجال تخصصاتهم. دشنت محافظة الوادي الجديد وحدة لصناعة البن بمركز التكوين المهني بالخرجة، يضم مشروع صناعة البن وحدة كاملة لتصنيع وتعبئة البن، كما يوفر العديد من فرص العمل للشباب في إطار الدور المجتمعي للمحافظة للقضاء على البطالة. وحدة تصنيع البن هدفها الأساسي أن تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل للشباب، توفير البن بأسعار منخفضة نظراً لعملية التسويق في المحافظة. البن هنا بالنسبة من ضمن هيتوزع على جميع أنحاء محافظة الوادي الجديد وبل محافظات أخرى. بالنسبة للبن برضك دي حاجة تعتبر زي ما قلت في الأول فريدة من نوعها، لأن مش موجود في أي حتة وعليه الطلب الأيام دي وعليه إقبال غير عادي. فتم تنسيق بين السيد اللواء المحافظ مع مدير مديرية التضامن بتوفير وحدة البن في المركز التكوين لتوفير فرص عمل للشباب. وفروا لنا 10 فرص عمل في مركز التكوين المهني بموضوع البن، والنهارده ثقافه البن بقت منتشره بصفه وديه وبصفه عامه بالموضوع، يعني مختلف عن الاول خالص. النهارده احنا بنجيب البن من اول الحبايه الخضراء لحد ما يبقى فنجان البن اللي بيشربه المستهلك، ومن اول التحميص احنا بنشتغل بالتحميص، وبعد كده الطحن، وبعد كده التوليف والتحويج، كل ده وفرناه هنا في مركز التكوين المهني. انا حضرتك تكلموني عن مركز التكوين، فجيت هنا اتفرجت عليه بالذات ان انا شريب بن اساسا، فعرفت كمان ان هو تبع وزاره التضامن الاجتماعي، فقلنا نساعدهم في التسويق وناخد منهم جمله ونوزع بالذات في محافظتنا سوهاج، والحقيقه هم عاملين شغل جميل جدا، وبالذات مساهمه مننا كمان لان هم بيشغلوا الشباب والشابات هنا، فالحقيقه حاجه جميله جدا. احنا بنشكر على وزاره التضامن وبنشكر كل العاملين هنا والقائمين على المشروع نفسه. انا بشكر مركز التكوين المهني لصناعه البن وتعبئته، والحمد لله هي وفرت لي فرصة عمل ممتازة، ووفرت معايا كذا حد يعني نعرفهم وكتير من العمالة معانا. يعني بدنا ناخد خبرة كتير قوي في البن، وبإذن الله إن شاء الله نقدر نوزع بإذن الله على أنحاء الجمهورية. شارك المجلس القومي للمرأة ببني سويف وبالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة في تدريب السيدات على الحرف اليدوية المتنوعة، ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات السيدات ورفع مستوى معيشتهن ومساعدتهن لتحقيق دخل ثابت. بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، شارك المجلس القومي للمرأة ببني سويف في تدريب السيدات على الحرف اليدوية المتنوعة على مدار 23 يوماً بمقر المجلس القومي للمرأة ببني سويف. الهدف من الورشة تدريب السيدات على بعض الحرف والمهارات الحياتية، منها تدريب حرفة الخيامية والإكسسوارات كنوع من أنواع التمكين الاقتصادي للسيدات، تحقيقا لأحد أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة. بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نوفر أكبر عدد ممكن من السيدات أو نوفر لهم فرص عمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات السيدات ورفع مستوى معيشتهم ومساعدتهم لتحقيق دخل ثابت من خلال إقامة مشروعات صغيرة تمكنهم اقتصاديا وتكون مصدر لتحسين دخلهم المعيشي والأسري. هنقعد 23 يوم نتدرب وهنتعلم منه ازاي نسوق المنتجات وازاي نحصل على فرص عمل لينا. حضرت حاجات كتيرة واستفدت حاجات كتيرة، والمدربين كانوا كويسين معنا جدا. ازاي اسوق، اتعلمت ازاي اسوق وتعلمت انني استفيد من كل حاجه. حبيت اشارك عشان اعمل بيزنس خاص بيا، وتعلمت هنا الماركتنج وازاي اسوق شغلي، اتعلمت ازاي ابدا مشروعي، اتعلم الحرف
وازاي مثلا ان انا ممكن اعلم صاحبتي، ممكن اعلم اختي، وان انا ممكن ابدا مشروع ويبقى عندي فرصه عمل من البيت. ياتي التدريب في اطار دعم المراه والعمل على رفع قدرتها على الانتاج والتشغيل الذاتي، مما يساعدها على الحصول على فرص عمل ذات مردود اقتصادي متميز يعمل على رفع مستواها المعيشي، وذلك بامداد المتدربات بمختلف المهارات الحرفيه المطلوبه ودعمهم بالخدمات الفنيه التي تمكنهم من الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة. نظمت شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، نظمت احتفالية كبرى في محافظة المنيا لتكريم أوائل مزارعي بنجر السكر للموسم الحالي. وأكد العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية عصام الدين البديوي، أكد أنه من المستهدف استلام 750 ألف طن بنجر من مزارعي بني سويف والمنيا وأسيوط وصهاج لصالح مصنع أبو قرقاص خلال موسم توريد 2024-2025، وأنه من المستهدف أيضا الوصول إلى مليون طن بنجر يتم استلامها في الموسم التالي، مشيرا إلى أن شركات السكر تستطيع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بمحصولي البنجر والسكر عند تشغيل المصانع بالطاقة القصوى. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ورجاء رمزي إليك رجائك. شكرا يوسف، شكرا دينا. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه النافذة الاقتصادية. أعلنت منصة بيزنس إنسايدر المختصة في الشأن الإفريقي، أعلنت تصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي للعام 2024. وذكرت منصة بيزنس إنسايدر أن القائمة تضم أيضا المغرب وتونس والجزائر، فيما استند التصنيف على تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها. وأشار التقرير إلى أن تلك البلدان الأفريقية أنفقت الوقت والموارد لضمان قدرتها التنافسية العالية على الساحة العالمية عندما يتعلق الأمر بعائد الاستثمار. بحث وزير البترول كريم بدوي مع رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات الشيخ محمد سعيد، بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وخلال اللقاء أكد وزير البترول على تمتع البلدين ببنية تحتية متطورة، خاصة في مجالات تخزين وتداول البترول والمنتجات البترولية. ولفت بدوي إلى أن هناك توسعات جديدة جرى تنفيذها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وأيضا هناك إمكانية للتعاون والتكامل ما بين البلدين للاستفادة من تلك التسهيلات والبنية التحتية في هذه المجالات. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط عقدت اجتماعا افتراضيا مع وزير المالية أحمد كوجك بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية. تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية في التنسيق مع الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئة الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة، بما يتماشى وتوجيهات الدولة لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات. كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها،
تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة وسائل الدعم اللوجستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت عقد اجتماعا لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، واستعرض الجانبان فرص الاستثمار بالسوق المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أكد اللقاء أهمية استمرار جهود التنسيق المشترك ما بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. كما أكد اللقاء حرص الوزارتين على توفير كافة أوجه الدعم الممكن للشركات المصرية والعالمية، كذا تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي دعم وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، وأشار وزير الكهرباء إلى تحسين كفاءة الطاقة وخفض الفاقد ومشروعات الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون. شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك. من جانبه أشاد جويدو كلاري الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، مشيرا إلى أهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. استقبل وزير الطيران المدني سامح الحفني السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي والمدير التنفيذي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا بالقاهرة كاتوكين. وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدني على عمق العلاقات الراسخة ما بين مصر واليابان وما نتج عنها من علاقات اقتصادية بناءة في العديد من القطاعات، منها الشراكة في قطاع الطيران المدني من خلال مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب. من جانبه أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، مؤكدا حرص بلاده على توثيق مزيد من العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، يستهدف توقيع العقد إلى ضخ 100 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات متناهية الصغر، وذلك بكافة المحافظات من خلال مكاتب وأفرع الشركة. هذا وأكد رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإتاحة وتيسير وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك في جميع المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها محققة مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي إلى 1.954 تريليون جنيه، وذلك مقارنة ب 1.922 تريليون جنيه عند إغلاق أمس. على صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر EGX 30 تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 1.48% ليصل إلى مستوى
28,628 نقطة، فيما أغلق أيضا المؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 على صعود بنسبة بلغت 2.39% ليصل إلى مستوى 6,570 نقاط، فيما أغلق مؤشر إي جي إكس 100 على صعود بنسبة بلغت 2.10% ليصل إلى مستوى 9,331 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل مخاوف من أن الصراع المتأجج في منطقة الشرق الأوسط قد يؤثر سلبا على إنتاج النفط، حتى مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام. صعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 1.82% ليصل إلى 77 دولار 87 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.84% مسجلة 74 دولار 55 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.63% مسجلة دولارين 2.33 سنتا للتر. أخيرا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.69% مسجلة تقريبا دولارين و6 سنتات، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في شهر يونيو، وذلك بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للبلاد ومن بقية أيضا دول الاتحاد الأوروبي. تراجعت الصادرات الألمانية من السلع 3.4% في يونيو على أساس شهري، وذلك مقارنة بما توقعه محللون، واستطلعت رويترز آراءهم بأن تهبط 1.5%. وهبط فائض التجارة الخارجية بنسبة بلغت 20.4 مليار يورو بما يعادل 22.3 مليار دولار في يونيو من 24.9 مليار يورو في مايو، بما يخالف توقعات المحللين عند 23.5 مليار يورو. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى دينا ويوسف، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يتابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة. مدبولي يتابع إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة، ويعلن صرف 4.4 مليار جنيه تعويضات للمستحقين. بعد اختيار السنوار زعيما لحماس، واشنطن تعتبره صنع القرار الرئيسي في مفاوضات الهدنة، وإسرائيل تتوعد باغتياله. وصلنا معكم إلى ختام نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا طيب المتابعة، وإلى اللقاء.